ثلاث للأسف نقل الموتى. لا أقول للأسف لأن هذا مطبق بقوة، فنجد الجمعية الفلانية وديوان آل فلان كلهم يتفقوا على إيش؟ سيارة لنقل إيش؟ الموتى. فنعم فيها أجر ونقل الموتى وهذا في سبيل الله، لكن الأهم أن نهتم بالأحياء، كما قال الشيخ كشك في زمانه عندما كان قال كنا ندخل المساجد فنجد التبرع لكفن الموتى، التبرع لدفن الموتى، التبرع لنقل الموتى. فقال يا جماعة انتوا طعموا اول بعدين بس يموت، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني آخرته يرتبف على الحفرة. لكن الأهم شيء، الأهم من رعاية الموتى، رعاية مين؟ الأحياء، وهذا في سبيل الله. فإذا الأمر الثالث، الأمر الرابع في سبيل الله، إذا أنت عمرك بتفكر يكون عندك في سبيل الله، ما هي الصورة الرابعة؟ نعم، تعطيها لأخ لك يتكسب من خلالها، هذا في سبيل الله منيحة. حضرتك قاعد عن الشغل ليه؟ والله سيارتي معطلة، باصي خربان. لا لا لا، خذ هاي السيارة واذهب وحمل عليها ما كنت تحمل وتكسب في سبيل الله. وهكذا في صور لو أردنا أن نذكر. وحقيقة عندنا مشكلة أن بعض الأثرياء لا يوجد عندهم فقه الصدقة في سبيل الله، وإلا لو وجهوا لجعلت الصدقات في مكانها. فتجده مثلا يريد أن يتصدق فلا تأتي مثل هذه الأفكار، ولا يعلم ولا يدرس وهكذا، فقط فاهم بدي اشتري مصحف احطه في المسجد. يا اخي مليان المسجد مصاحف، ولا حول ولا قوة الا بالله. فهنيئا لمن اكرمه الله عز وجل واصبحت سيارته تستخدم في تحصيل هذه السنة الضائعة، وهي ان السيارة اصبحت أجرى.